ولكنني اكتشفت أين عملاقة تتكلم. لدي أخبار سارة عن العين العملاقة. انتظر، ماذا؟ لا يا أم، ماذا تريدين أن تقولي لنا؟ هناك معرض بوبلوبوليس عالمي اليوم، وسأربح الجائزة الأولى في اختراعي الجديد. ما المشكلة؟ هل تنفس نفسي بوبليروني؟ لا يا لولو، أنا فقط يعني اختراعاتك رائعة يا لولو، لأنهم أليس كذلك؟ أليس كذلك يا أصدقاء؟ رائع، لكنها أحياناً تكون... ما هي الكلمة المناسبة؟ مجنون. هل تتذكرين منشف الشعر القوي الذي اخترعته لي؟ لقد قطع الكهرباء عن المدينة كلها، ولا تنسي ما فعله بشعر بابلز في صورة المدرسة. لا أتحمل رؤيته. أبهذا يا رجل، هناك لوح التزحلق السريع الذي اخترعته من أجل سامي. لقد كان فائق السرعة، سريعا لدرجة أنني لم أمسكه بعد. حسنا، إذن بعد اختراعاتي السابقة كانت غريبة نوعا ما، لكن هذا مختلف تماما. يسمى البيت الذكي، يحتوي على عقل إلكتروني يمكن أن يتحكم في كل شيء. إنه يغسل الملابس، ينظف الأرض ويرتب الأسرة، حتى إنه يصنع كعكا. أنا أحب الكعك. بالطبع ياكس، من يكره الكعك؟ يبدو رائع لولو، لكن فقط من أجل التأكد بأنه يعمل بشكل جيد، ربما عليك تجربته قبل المعرض العلمي. يا له من فكرة جيدة. تشغيل البيت الذكي. يا رفاق، كنت أتمنى لو أحضرت خوذة أولا. لقد أحضرتها. ماذا؟ تم تشغيل البيت الذكي. تعديل حرارة الغرفة. هائل، إنه يعمل. حسناً، سيبرأ خلال ساعة. سأخذ اختراعي للحصول على الجائزة الأولى. خروج الهواء البارد، إغلاق الأبواب. لا تقلقوا، مجرد مشكل بسيط. دخلاء، تم إغلاق الأبواب والنوافذ. أوه، لقد نسيت مبرمجة تأمين البيت. رجاءً لا تقل أن اختراعي الجديد قد فشل. مجنون؟ اختراعك يعمل، إنه فقط يعمل أكثر من اللازم. هذا ألطف. ليتني أستطيع الدخول لهذا البيت الذكي لأصلحته في الوقت المناسب قبل المعرض العلمي. لكن كيف يمكننا الدخول؟ يمكننا استخدام الطريق المختصر الذي اكتشفته. إيزي، هيا للإنقاذ. يا إلهي، منذ متى وهو هنا؟ إنه سر، وليالي سمي فتحة المستكشف السرية. مرة أخرى إنه سر. لصوص، اهدأوا جميعا. ماذا سيفعل؟ يهاجمنا بالمكنسة الكهربائية؟ لا ياكس، يقنع المكنسة الكهربائية. لهذا مكانه في النادي دائما متسخ. لا، هو متسخ لأنه يحب القذارة. لا 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 ل
المنزل الدقيق وأداة بالغة الفتنة، سأحسن منطقيا. أنا سانيوك، أوقف التشغيل. لقد نسيت أنه يصنع الكعك. وماذا سأفعل؟ فقط حافظ على هدوئك. لقد أكلت ردة شعري جالبة الحظ. سأدمرك. أخرج ردة شعري الآن وإلا جئت إليك. لقد لست منك يا سيدة مكنسة نوعا ما. يجب أن نجد طريقة للتسلل من هذه المكنسة. لا مشكلة، لدي مخارج سرية في كل مكان، وأعرف بالضبط أيها يؤدي إلى البيت الذكي من الخلف. إيزي، هيا للإنقاذ. آها، أوه، لقد فعلتها فتا. واو، لا تقلقوا، الوضع تحت السيطرة. ابتدئ، أعرف ما علينا فعله. ستصنعين الكعك؟ حسناً، سأحضر الحليب. لا، سأنثر الطحين في الهواء وأصنع السحابة لكي لا يرى اختراع مجيئي. لقد نلت منك. لقد خدعتك. من القائد الآن؟ ها؟ هذا ليس جيدا. كميسا سارة. يا إلهي، هل تأخرت عن المعرض؟ لا، لكن لدي الكثير من الرسائل بدون إجابة. انتظري، سأكتب رسالة طلبا للمساعدة. فكرة جيدة، فقط اطلبي من أحدهم توقيف الطاقة من الخارج لكي يتوقف عن العمل. سأطلب من المحطة توقيف الطاقة. أرسل رسالة، رسالة أحد اللصوص، تم توقيف الإرسال. لم يوقف الإرسال فقط، بل حذف كل أرقامي وكل شرفتي الجميلة وأنا أغني أمام المرآة. هذه الآلة شر حقيقي. اختراع آخر مجنون. أنا آسفة يا ساني، بلع ربطة شعرك جالبة الحظ. إيزي، أنا آسفة لأنه أغلق الفتحة فوق رأسك. وبابلز، أنا آسفة لأنها قد محت كل أرقامك وكل الشرائط أمام مرآتي. والشرائط أيضا. أنا آسفة يا ياكس لأنه أخافك بالمكنسة الكهربائية. أنا أسوأ مخترعة في العالم. هناك بالتأكيد من هو أسوأ منك. لقد كنت أنوي قطعها لك بطريقة أفضل. لن أخترع شيئاً آخر، ما حييت. انتظر الآن. لا تقولي ذلك مرة أخرى يا لولو، أنت مخترعة عظيمة، وأهم ما يميزك هو أنك لا تستسلمين أبداً. أبدي أبغي ربعتك جيدة يا كاك. وياكس يحب الكاك. هيا يا لولو، نعلم أنك تستطيعين الوصول لاختراعك وإصلاحه في الوقت المناسب قبل المعرض العلمي. أتظنين ذلك حقاً؟ نعم، وبعد أن تفعل ذلك بإمكانك أن تجد طريقة لاسترجاع أرقامي وصنع ذلك الكعك. وربما أيضا إصلاح مجفف الشعر الذي اخترعته لي. هذا هو الحل. لا، مجفف الشعر، كل ما علينا فعله هو أن نقوم بتشغيله. سيفشل مشغل الطاقة وسيوقف عمل المنزل الذكي، لكن مجفف الشعر يوجد بعيدا في الجانب الآخر من العش البوبالي. لا تقلقي إيزي، هيا إلى الإنقاذ. لقد فعلتها. شغل مجفف الشعر. حسناً. فقدان الطاقة، طابت ليلتك. يشتغل، لقد نجحنا. فهمت ماذا جرى لاختراعي يا أصدقاء.
بدلا من زر التشغيل ضغطت على مجنون. ولماذا لديك هذه البرمجة أصلا؟ مهما يكن، لقد أوقفت تشغيل نظام أمن منزلي الذكي. الآن يفترض أن يعمل بإتقان في المعرض العلمي. يجب عليك تجربته. نعم، فكرة جيدة. تشغيل المنزل الذكي. تم تشغيل المنزل الذكي. تنظيف العش البوبلي، غسل ربطة الشعر جانب الحد، استعادة لائحة أرقام البوبل فور. واو. أشرطة المرآة الصغيرة. نعم. وأخيرا وليس آخرا، فطيرة. سيبدأ المعرض العلمي قبل دقيقتين. كيف ستصلين في الوقت المناسب؟ هذا سيكفي بالغرض. شكرا ياكس، لا شيء يمكن أن يوقفني. والفائزة هذه السنة في معرض بوبلوبولين سلامي هي لولو لاختراعها المنزل الذكي الرائع. أقدم لك الجائزة الأولى، جائزة الكأس الذهبي. أريد فقط أن أقول أنني لن أحصل على الجائزة الأولى لولا وجود أصدقائي في بوبلوبوليس. يهو يا. وكذلك لن أكن أصل هنا دون اختراعي الجديد. إنها لوحة التزلج الرائعة. أتساءل عما قد يحصل إذا وضعته على خاصية المجنون. لولو لا. ها أنا.